معنا هاتفيا من بغداد السيد يوسف أمين الناشط. مرحبا بك سيد يوسف. بداية، الناشط فرج البدياري مخطوف منذ يومين، هل لديك تفاصيل بخصوص هذا الموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يوم أمس تم اختطاف الناشط المدني فرج البدياري من قبل مجموعة مسلحة إرهابية وميليشيات إرهابية في جنوب العراق، منطقة الناصرية أو مدينة الناصرية. والآن هناك أيضا أنباء وردتنا حول تظاهرات حاشدة في سوق الشيوخ في مدينة الناصرية، أيضا محافظة ذي قار الحبيبة جنوب العراق، احتجاجا على اختطاف هذا الناشط البطل الذي رفض العملية السياسية الكذبة في العراق ورفض حكم الظلم والظالمين في العراق. ونحمل أيضا الحكومة العراقية إنشاتها الإجرامية ما قامت بهذا العمل الجبان، ونحن هذه العملية الجبانة الخفيفة لن تسكت صوت الناشطين. ما الهدف برأيك سيد يوسف؟ يعني لماذا تستمر عمليات الخطف ضد الناشطين؟ ما الغاية منها؟ نعم أخي الكريم، عمليات اقتطاف الناشطين أو اعتقالهم من قبل هذه الحكومة العميلة، الحكومة اللاشرعية والحكومة الناقصة، هذه هي استهداف للأصوات الحرة، ولا تسكت أصواتنا، ونحن مستمرين في هذا الطريق وهذا المشروع الوطني، المشروع العراقي العربي، هو إنهاء المحافظة وحكومة وطنية الريد. وأيضا كما تعلمون جلال الشحماني لحد هذه اللحظة، جلال الشحماني البطل لحد هذه اللحظة لا يعرف مصيره. ولكن أنت في بلد متعدد الأحزاب ومتعدد الميليشيات، أين هذا القانون؟ أين الدستور؟ أين العباد يقول نزع السلاح؟ أخي اليوم السلاح في الشارع منتشر، نحمل العباد أولا ونحمل ميليشياته ثانيا، ونناشد المرجعية أن تتدخل لإطلاق سراح هذا البطل إن كانت هناك مرجعية عادلة ورشيدة لإطلاق هذا سراح هذا البطل فرج البدياري أيضا فورا، لأن هذا البطل فرج البدياري لولا مضايقة الإرهابيين الميليشيات المجرمة الحكومة العراقية لم تصل إلى هذه النتيجة وهو اختطافه. نعم. يعني ما الخطوة التي ستتخذونها تجاه هذه الممارسات كناشطين؟ نعم، هناك أنباء وردتنا عن اعتصام يوم غدا في محافظة ذي قار الناصرية، وأيضا هناك ستخرج تظاهرات حاشدة في بغداد احتجاجا على هذا العمل الإجرامي، وستكون أيضا في عدة محافظات أيضا الناشطين في بصرة والحلة وعدد من المحافظات إن شاء الله، وغدا سيكون هناك وقفة في ساحة التحرير احتجاجا على هذا العمل الجبان الإجرامي من قبل الميليشيات العراقية، اختطاف هذا الشريف المطالب بإطلاق سراح فرج البدياري فورا، فإن هذه العملية لن تسكتنا. نعم. لن تسكتنا ولن تسكت أصواتنا. شكرا لك الناشط يوسف أمين، شكرا جزيلا لك.